احنا اليوم تاريخ 11/9/2021 موافق يوم السبت، جتنا هالبنت الحلوه للعائله هاي الكريمه بعد انتظار 5 سنين. الحمد لله رب العالمين، اجى التوفيق من عند ربنا. المشكله كانت فحص السائل من عند الزوج، كانت مشاكل كثير وفحص السائل من عند الزوج. عملنا لهم برنامج اطفال امين بالحق المجهري، بعدين جمدنا الاجنه، بعد ما جمدنا الاجنه رجعناها اجنه مجمده، ومع الاجنه المجمده اجتهم هاي البنوته الحلوه. الحمد لله توفيق رب العباد، مشاكل كثير وفحص السائل من عند الزوج، اكثر محاوله كانوا عاملين، اجى عنا التوفيق، والتوفيق بيجي بس من عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا اليوم في مستشفى الانساني بتاريخ 11/9/2021 يوم السبت، احنا بنعتز في هذا اليوم لهذه العائله. ان شاء الله يا رب الله يوفقهم ويديم عليهم التوفيق وخلي البنت تكبر بحضن اهلها. احنا سعيدين جدا، احنا كل يوم عم بتطور الوحده، كل يوم عم بزيد تقنياتنا، ومتفائلين جدا جدا انه راح نحقق انجازات، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. بنتعب وبنشقى، كل يوم تعبانين، كل يوم مرهقين، لكن كل يوم الحمد لله في نجاحات. انا بشكر ربنا، بشكر الجميع، بشكر كل الطواقم الطبيه، بشكر وحده الاخصاب والوراثه في مستشفى الشمساني، بشكر زملائي كلهم متعاونين معي، بشكر قسم الخداج، بشكر الاطباء في قسم الخداج، بشكر الجميع. توفيق من عند ربنا، احنا سعيدين جدا جدا لهذه النتيجه. مشكله كبيره بفحص السائل المنوي، رجع اجنه مجمده، 5 سنين انتظار، محاولات متعددة، عائدنا اجى الرزق، الرزق من عند ربنا. يا رب دائما توفقنا جميعا تنصرنا، وانا متكل على الله دائما، وبدعي لكل الامهات واقول لهم كل التقدير.